van Venter. Dag. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناء على التعليمات الصادرة إلينا من السيد وزير الداخلية وأيضا السيد آمر الغرفة الأمنية المشتركة في الجبل الأخضر، وضعت خطة أمنية مع مديرية أمن الجبل الأخضر لتأمين وتمركزات أمنية داخل المدينة، وذلك حفاظا على مؤسسات الدولة الموجودة داخل المدينة لوجود معلومات أمنية عن خروج التظاهرة لهذا اليوم بدون معرفة أسبابها ومن منضمين إليها لهذه التظاهرة، وعدم إعلام أيضا الغرفة الأمنية المشتركة لإعطاء الإذن من عدمه للمتظاهرين. عليه تمت خروج دويات مطقمة لتأمين المدينة وتأمين المؤسسات الأمنية داخل المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.